العزيز أبو حسن بالآيات الكريمة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تعرف بآية الولاية، ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. وولاية أمير المؤمنين عليه السلام تعني التشيع لأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام، بدليل هذه الآية وبدليل آيات أخرى وأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله. وللتشيع لأهل البيت قصة بدأت منذ الأيام الأولى للدعوة الإسلامية، منذ يوم الدار، يوم حديث الدار الذي أنبأ به وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله الناس بأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو خليفته ووزيره، عندما دعا بني هاشم إلى بيته ودعاهم إلى الإسلام وقال: أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي؟ فأحجم القوم عنها 3 مرات، وفي كل مرة كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا. وفي المرة الثالثة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للناس لبني هاشم: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. وتوالت الأحداث بالإشارة الصريحة والتلميح لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية والخلافة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وجرى ما جرى وحدث ما حدث من ذلك الانقلاب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله، حذر هذه الأمة في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وانقلبت الأمة واختارت لنفسها طريق، واختار بعض شيعة أمير المؤمنين طريق أمير المؤمنين الذي أوصاهم به النبي صلى الله عليه وآله، كما أخبر عمار بن ياسر: يا عمار، لو سلك الناس، كل الناس لو سلك الناس واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا فاسلك الوادي الذي يسلكه علي، فإنه لا يخرجك من هدى ولا يدليك إلى ردى. وسلك عمار وأبو ذر وسلمان والمقداد تلك القلة الأصحاب الذين ثبتوا على ولاية أمير المؤمنين. هكذا بدأ التشيع لأمير المؤمنين بـ5 أشخاص أو 4 أشخاص من الأصحاب الذين أصروا وآمنوا واعتقدوا بولاية أمير المؤمنين وشايعوه وبايعوه على ذلك. ولكن بعد ذلك بدأ التشيع بالانتشار في العالم حتى وصل إلى ما نراه اليوم، ما من بقعة من بقاع الأرض إلا وفيها لأمير المؤمنين عليه السلام ولأهل البيت وللإمام الحسين عليه السلام علم. ولكن من المناطق الأولى التي شايعت وبايعت أهل البيت عليهم السلام وتابعت أمير المؤمنين عليه السلام جبل عامل في لبنان، هذا الجبل الذي أنتج العشرات من علماء أهل البيت عليهم السلام الذي كان لهم الدور الكبير والأثر الكبير في نشر التشيع في تلك المناطق، وأيضا الإفاضة حتى على الحوزة العلمية والمدارس الدينية حتى في العراق وفي إيران وفي كل مكان كان هناك بصمات واضحة لعلماء جبل عامل. كيف وصل التشيع إلى جبل عامل وكيف انتشر؟ ما هي بدايات هذا التشيع في جبل عامل؟ وما هم رموزه؟ وما هو تاريخه؟ يحدثنا في هذه الليلة أستاذ فاضل تخصص واهتم بهذه القضية، قضية تاريخ التشيع في جبل عامل بداياته، وله في ذلك مؤلفات، الأستاذ علي داود جابر، وهو خريج يحمل دبلوم في اللغة العربية وأستاذ مدرس في جمعية التعليم الديني في لبنان، واهتم بهذا الموضوع وله فيه مؤلفات. من ضمن تلك المؤلفات حول شمعون الصفا، المعروف شمعون الصفا أو بطرس بين المسيحية والإسلام،
والحلقة الضائعة من تاريخ جبل عامل، وأيضا معجم أعلام جبل عامل، ولديه أيضا مخطوطات لم تطبع بعد، مؤلفات لم تطبع بعد حول هذا الموضوع. من ضمن هذه المؤلفات التشيع في جبل عامل في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام، والمقامات والمشاهد الدينية في جبل عامل، ومؤلفات أخرى ما زالت قيد الطباعة إن شاء الله. كما قلت في هذه الليلة إن شاء الله الأستاذ علي داود جابر يحدثنا عن هذا الموضوع إن شاء الله خلال 40 دقيقة، وبعد ذلك إن شاء الله لمن يحب للسؤال والمداخلة لنتعرف على المزيد من هذه المنطقة التي لا نعرف عنها الكثير إلا ما قرأناه في الكتب العلمية من خلال إسهامات علماء جبل عامل. ولكن إن شاء الله في هذه الليلة سنستمع إلى إضاءة على تاريخ هذه المنطقة المهمة والتشيع الذي نعيش هذه الأيام عزة ونصرة وكرامة من خلال المقاومة الإسلامية في لبنان. نستقبل الأستاذ علي جابر بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستاذ نفتح الميكروفون فقط من جانبكم أستاذ علي. إذا ممكن تفتحوا الميكروفون بعد ما انفتح. الآن انفتح، نعم تفضلوا. مش الحال؟ بلي تفضلوا. شكرا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته. كما قال فضيلة الشيخ بأن عنوان المحاضرة عن التشيع في لبنان عامة أو عموما وفي جبل عامل خصوصا في فترة الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولكن لن أستطيع أن يعني أن أستوعب كل الفترة هذه، فارتأيت أن أجعله التشيع في جبل عامل في القرنين الأول والثاني من الهجرة، يعني إلى فترة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. ولكن قبل البدء بالحديث عن التشيع لابد لي من أن أعرف عن البيئة الجغرافية التي سنتحدث عنها. الجمهورية اللبنانية قديماً، جمهورية لبنان، كانت تقسم إلى 4 أقسام، هذا في الفترة الرومانية وفي فترة دخول المسلمين. هناك 4 جبال: جبل الجليل اللي هو في جنوب لبنان، وكما قال المؤرخون جبل الجليل وأهله قوم من عاملة، من قبيلة عاملة. من ناحية الشرق، شرق جبل الجليل، هناك جبل الثلج، كان يطلق عليه جبل الثلج ويسمى حاليا بجبل الشيخ أو جبل حرمون. شمال جبل الجليل، يعني جبل الجليل حدوده الشمالية شمال صيدا نهر الأولي، كان هناك جبل لبنان. جبل لبنان من شمال صيدا إلى شمال طرابلس أو ما يعرف حالياً بسلسلة جبال لبنان الغربية، يقابله في ناحية المشرق أيضاً جبل سنير وهو ما يعرف حالياً بسلسلة جبال لبنان الشرقية. يعني محور الدراسة في هذه المنطقة أو ما يطلق عليه حالياً الجمهورية اللبنانية. قبيل وفاة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قام الرسول بتجهيز جيش أسامة بن زيد في شهر صفر سنة 11 هجرية، وطلب منه أن يغزو الروم، وقال له سر إلى موضع قتل أبيك، سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل، فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش. ثم أمره أن يواطئ آبل الزيت من مشارف الشام بالأردن. أول لفظة عندنا آبل الزيت من مشارف الشام بالأردن. قديما جبل عامل كان يقسم لجندين، أو حتى لبنان ككل عفوا، يعني جند الأردن من نهر الليطاني أو القاسمية حاليا نهر الليطاني جنوبا، يعني مدينة صور ومرج عيون والخيام وبنت جبيل تقع في جند الأردن، وأيضا هناك جند دمشق كان شمال نهر الليطاني، يعني صيدا وبيروت وطرابلس وبعلبك في جنود دمشق.
فبيقول له النبي أن يواطئ آبل الزيت من مشارب. جينا بدنا نحدد آبل الزيت، لا يوجد حاليا في جميع الأردن آبل إلا في الناحية الشرقية من جبل عامل. هناك مجموعة من الأوابل، يعني في عنا نحن بلدي اسمه إبل، في عنا بلدي اسمه عينبل، في عنا بلدي اسمه آبل القمح. إلى الآن المؤرخين المعاصرين بيقولوا آبل الزيت المذكورة بحديث النبي بيحتملوا أن تكون آبل القمح. آبل القمح حاليا محاذي لبلدة الخيام. بعد تأمير النبي لأسامة بن زيد طعن من طعن في هذا التأمير، حتى غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج معصب الرأس محموما ألما، وكان ذلك قبل وفاته بيومين. فصعد المنبر وألقى خطبة طويلة من بينتها بيقول لهم ولئن طعنتم في تأمير أسامة لقد طعنتم في تأمير أباه من قبل. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باتباع أسامة بن زيد. هلا وفاة النبي بأول 11 هجرية، في سنة 10 هجرية قدم وفد من قبيلتي غسان وعاملة في عام الوفود سنة 10 هجرية على النبي. قال ابن الجوزي المتوفى سنة 597 هجري وفيها، يعني سنة 10، قدم وفد غسان ووفد عاملة كلاهما في رمضان، شهر رمضان، إذ قبل الفتح الإسلامي. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح رجال عاملة في حديث عن النبي، ورد طبعا بشكل عام بكتب السنة، بيقول والإيمان يمان إلى لخم وجذام وعاملة، حديث موجود. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقت القوم ما أكد عليه النبي في مناسبات عديدة كما تحدث فضيلة الشيخ، إن كان في حديث الدار أو حديث المنزلة أو حديث الثقلين أو غدير خم وغيرها، وانقلبوا على تعاليم نبيهم. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الانقلاب السريع على خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ترافق مع تدخل البعض لدى الخليفة الجديد. خليفة الجديد أقصد به أبا بكر، البعض أقصد به عمر، يعني عمر دخل عند أبي بكر من أجل عزل قائد الجيش. النبي عين أسامة بن زيد، تدخل عمر لعزل أسامة بن زيد، لكن أبا بكر أولا أبى أن يجيبه، رفض، ولكن سرعان ما استجاب لطلبه، فعزل أسامة بن زيد وعين مكانه يزيد بن أبي سفيان. تخيلوا أنتم مثلا جيش الإسلام صار بقيادة مين؟ يزيد بن أبي سفيان خيو لمعاوية، غير ابنه، ابن يزيد ابن معاوية، ولكن خيو اسمه يزيد بن أبي سفيان. وهكذا انطلق جيش المسلمين باتجاه بلاد الشام أو بلاد الروم فينا نقول في ذلك الزمان، يتقدمهم مين؟ يزيد بن أبي سفيان، وطبعا إلى جانبه هند آكلة الأكباد، وخيو معاوية من ناحية تانية، لأنه الجميع عليه أن الفرصة قد سنحت لهم للوصول إلى أهدافهم. اللي بهمنا نحن صراحة شارك المسلمون جميعا في جيش الإسلام يومئذ، يعني ودارت معركة اليرموك. طبعا كانت قبل وفاة أبي بكر بعشر ليالي، سنة 13 هجرية معركة اليرموك حدثت. في هذه المعركة انحازت بطون من عاملة ولخم وجذام وخولان وغسان إلى جيوش المسلمين وشاركت في القتال معهم. يعني قبيلة عاملة وأخواتها لخم وجذام، قبيلتين طبعا كانوا في فلسطين، دخلوا بالإسلام وشاركوا إلى جانب المسلمين في معركة اليرموك. مشاركة شيعة علي في الفتوحات الإسلامية، طبعا أنا ما بقدر أحكي عن كل المناطق اللي شاركوا فيها شيعة الإمام علي، لأنه شيعة الإمام علي عليه السلام كان له دور بارز في جميع الفتوحات في الشام، في العراق، في فارس، في ديار بكر، في مصر، ثم في فتح الأندلس لاحقا. فقد عقدت الراية لبالك الأشتر مثلا في فتح دمشق، كان هو الأمير لما فتحوا المسلمين دمشق.
اللي بيهمنا صراحة لبنان، نحن موضوع درسنا أو محاضرتنا. وشارك في فتح بعلبك سنة 14 هجري مجموعة من كبار الصحابة المتشيعين لعلي. ما كانوا صحابة المتشيعين لعلي 3-4 مثل ما بيقولوا بعض المحدثين إنا وحتى العلماء، لا لا لا، كانوا المتشيعين لعلي أصلا لا يعدون. هلا نعطيكم بعض الأسماء وفيكم إن شاء الله تفوتوا على مكتبة أهل البيت حول أي شخصية بذكر اسماء تذكروا، رح تشوفوا أنه كانت من شيعة علي بالفتوحات، يعني من المؤيدة لعلي، من الموالية لعلي. مين شارك فتح بعلبك؟ أبو ذر الغفاري، أسامة بن زيد، سعيد بن عامر الجعفي، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب زوج السيدة زينب سلام الله عليها، قيس بن هبيرة المرادي، مالك الأشتر، هاشم بن عتبة المرقال، المسيب بن نجبة الفزاري وغيرهم. وبالفعل بعد معركة يرموك اتجه المسلمون إلى بعلبك فتحوها، ثم خرجت راية عبد الله بن جعفر الطيار إلى طرابلس. طرابلس لبنان عم بحكي، طرابلس. فعقدت الراية له في وقعة أبي القدس ومرج السلسلة بين عرقة وطرابلس. طرابلس عندنا بشمال لبنان، عرقة شرقي طرابلس وقريبة منها كتير. هونيك وقعت معركة بين عبد الله بن جعفر وبين الرومان، وكان تحت لوائه أشراف بني هاشم ومجموعة من سادات الصحابة، مجموعة من كبار الصحابة المتشيعين عم بحكي، أبو ذر الغفيري وسهيل بن سعيد الساعدي وعبد الله بن أنيس الجهني، عمرو بن ساعد الساعدي الذي كان يقاتل إلى جنب أبي جار، والمسيب بن نجبة وغيرهم. وبالفعل سقطت طرابلس بأيدي المسلمين، فدخل راهب اسمه يوقنا في الإسلام. حينئذ أراد المسلمون أن يعودوا يتجهوا جنوبا باتجاه صيدا وصور، على فكرة لأنه هني نزلوا من بعلبك على طرابلس وبدي يرجعوا جنوبا ليصلوا على مدينة صور. قال لهم يوقنا الراهب هذا اللي دخل بالإسلام، قال لهم أنا بكفيكم مؤونة القتال بمدينة صور. قال على كل جبل عامل الهجوم عليه صار هجوم المسلمين وفتح الإسلامي من ثلاثة أماكن، من الشرق من معركة من اليرموك باتجاه الشرق، ومن الجنوب باتجاه فلسطين يعني منطقة الناقورة، منطقة الناقورة صور، ومن الشمال اللي قلت لكم إياها طبعا عبد الله بن جعفر الطيار وطبعا وغيره راحوا باتجاه صور بمرافقة مين؟ يوقنا الراهب. مثلا فتحت مدينة بلدة قدس، قدس العاملية بجبل عامل، وطبرية سنة 13 هجرية، صيدا 13 هجرية، فتح صور. هلا لما نوصل المسلمين على بوابة صور، يوقنا الراهب دخل إلى المدينة. كان في بقلب المدينة شخص اسمه باسيل الصوري، باسيل الصوري، وكان ابن عمه لأمبراطور الرومان اسمه الدمستق، أو عفوا ملك صور، مش أمبراطور الرومان كلهم، ملك صور الروماني اسمه الدمستق، فباسيل ابن عمه. هلا باسيل الصوري هذا كان ممن قرأ الكتب السالفة، كان الزلم متبحر بقراءة التاريخ المسيحي والتاريخ اللي قبل الإسلام طبعا، انه قبل الإسلام كان، وكان قد رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في دير الراهب بحيرة. بحيرة كان قاعد بمنطقة مدينة بسوريا اسمها بصرة، بصرة الشام. فباسيل الصوري كان يتردد على بحيرة، فرأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما قريش وجمال خديجة بنت جمال خديجة بنت خويلد، يعني لما السيدة خديجة صار يشتغل نبي عندها تاجر، إجا برحلة إلى دمشق. فباسيل كان عند الراهب بحيرة وشاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما نظر بحيرة أو بحيرة إلى القافلة ورسول الله في وسطها والسحابة على رأسه تظله من حر الشمس، فلما تبينه قال والله هذه صفة النبي الذي يبعث من تهامة. وحتى في حديث أخرى هو ورب المسيح، ليه؟ لأنه حتى الراهب بحيرة كان في عنده صحيفة اسمها صحيفة شمعون الصفا وصي المسيح بتخبر عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول باسيل لما شفت هيك من محمد فقلت خلص بدي أنتظر
لأنه قال له بقى حيرة بده ينتشر دينه لمحمد، بدي أنتظر ليجوا المسلمين على بلادنا. بقول ما شفتوا للمسلمين حاصروا مدينة صور، حينئذ قام هو ويقنى هذا اللي إجا من طرابلس، عملوا شكل معين من داخل المدينة وسلموا المفاتيح لجيش المسلمين، وسقطت مدينة صور طبعا وفتحت على أيدي المسلمين. في تلك الفترة من عين أميرا على منطقة الأردن، جند الأردن قلت لكم صور وبنت جبال والنبط وبنت جبال ومرجعيون عندنا نحن بجنوب، عينوا بلال بن رباح الحبشي كان أميرا على هذه المنطقة، وكان بشكل عام بلاد الشام تحت حكم يزيد بن أبي سفيان خيو لمعاوية. هلا يزيد بن أبي سفيان مات بطاعون عمواس سنة 18 هجرية، يعني بعد الفتح 5 سنين. استلم الحكم مكانه مباشرة معاوية بن أبي سفيان. فماذا حدث في زمن معاوية؟ هالشغلة هذه بتقودنا للحديث عن أبي ذر الغفيري وتأثيره بجبل عامر. صراحة مش رح فوت بتفاصيل حياة أبو ذر الغفاري أنا، ولكن بدي لكم شغلة قال الشيخ الحر العاملي، بقول أنه تشيع أهل جبل عامل كان من زمن أبي ذر الغفاري، عندما نفاه عثمان إلى الشام فنفاه معاوية إلى بلادنا، فتشيع أهل هذا الجبل منذ زمن أبي ذر الغفاري. وعندي دراسة صدقوني بدأ يمكن أقل شيء 3 ساعات إذا بدي أحكي عن أبو ذر لحاله. اللي بيهمني هلأ قراء النزول أبي ذر في الساحل الشامي وجبال عاملة. شوف لي أشياء ملموسة بتعرفنا أنه أبو ذر كان بهالبلاد. أول شغلة ذرية أبي الدرداء الأنصاري. بالفتح الإسلامي كان أبو ذر الغفاري هو صاحبه أبو الدرداء الأنصاري، مشهور الرجل صحابي، فكانوا بالفتوحات مع بعضهم. فأبو الدرداء الكتب التاريخية بتقول حرفيا كان يسكن السرفاند، كان اسمه حسن سرفنده، حسن صرفندة، وأنجب 3 أولاد هناك، إسحاق وبلال والحسين، إسحاق وبلال والحسين، ومنهم كانت ذريته في هذه البلدة ببلدة الصرفند. مين قال هالخبر هذا؟ ابن جميع الصيداوي اللي له معجم الشيوخ، متوفي سنة 402 هجري. فبالصرفند كان ساكن أبو الدرداء اللي هو كان هو أبو ذر مع بعضهم البعض، معناته أنه أبو الدرداء ترك ذري فيها وأبو ذر ترك مقام فيها، لحد الآن في ببلدة صرفاند مقام لأبي ذر الغفار. 2. زيارة سلمان الفارسي لبيروت. زار الصحابي سلمان الفارسي دمشق وبيروت قبل سنة 18 هجري، يعني تخيلوا الفترة قديش، يعني كان صاير المناطق أنفيتي بالإسلام عمله 5 سنين فقط 18 هجري. لنقل الرواية اسمه القاسم أبي عبد الرحمن. لما أنا فتشت عن القاسم أبي عبد الرحمن لقيت أنه متوفي سنة 18 هجري، من هون استنتجت أنه زيارته كانت قبل 18 لسلمان الفارسي. زار بيروت فنزل دمشق، بيقول كل الناس بدمشق حاولوا ينزلوه عنده لسلمان الفارسي، فقال له لا، عزمت أن أنزل على بشير بن سعد مرتي هذه. فسأل عن أبي الدرداء، لاحظوا التركيز لوين، عن أبو الدرداء، فقير مرابطهم، فقال وأين مرابطكم يا أهل دمشق؟ قالوا ببيروت. فخرج إلى بيروت، الرواية ذكرها ابن عساكر دمشق وغيره، وحتى الرواية بتقول أنه صلى بالمسلمين في مسجد بيروت، كمان في مفاجأة أنه مسجد بيروت انبنى بفترة كتير قديمة، وحث الناس على الجهاد في سبيل الله. مين كان معه بالزيارة؟ كان معه عبد الملك بن أبي ذر الغفاري. عم عجل شوي ولا بمشي الحال هيك؟ لأنه محاضرتي طويلة مولانا، المحاضرة طويلة. جيد، احنا ما نعرف اللي وين تصلون، لكن جيد بهالمقدار. المهم عندكم من الوقت تقريبا شيء بعد 10 دقائق إلى ربع ساعة. الوقت 40 دقيقة مولانا، الوقت المحاضرة 40 دقيقة. بلي هلا تقريبا فات منه اكثر من 20 شيء. تفضلوا تفضلوا. اي نعم، على كل هلا
كان برفقة سلمان الفارسي عبد الملك بن أبي ذر الغفاري عبيروت، ومن هناك توجهوا لوين؟ باتجاه الكوفة. جبل الجليل حبس لشيعة علي، كان معاوية بن أبي سفيان كل ما يتضايق من حدا في دمشق أو في بلاد الشام ينفيه إلى جبل الجليل الذي أصبح اسمه أيضا شو جبل عامل، يعني بتلك الفترة أو فترة لاحقة، فكان ينفيه إلى جبل الجليل وعملوا لها جبل حبس لكل معارض لحكمه. قرية شيعية عند جبل الثلج بعد قليل راح أحكي عنها، مقاما أبي ذر الغفاري في جبل عام، وبالفعل قاموا أهل جبل عامل خلدوا وجود أبي ذر في بلادهم، فبني له مقام في بلدة السرفند ومقام آخر في بلدة ميس الجبل، بالإضافة أيضا لمقام موجود له مقام بالجولان بمنطقة اسمها مسعدة، يعني قريبة على مجد الشمس شوي، وفي له مسجد بمنطقة حلان في منطقة جبال، يعني منطقة طرابلس تقريبا. عصر عثمان بن عفان، بعد مقتل عثمان بن عفان ألقى معاوية القبض على من نبذ بقتله وحبسهم في جبل الجليل. يقول الحموي: جبل الجليل في ساحل الشام، كان معاوية يحبس في موضع منه من يظفر به ممن ينبذ بقتل عثمان، من بيناتهم عبد الرحمن، عفوا، من بيناتهم ابن عديس البلوي، ومن بيناتهم أيضا محمد بن أبي حذيفة وكريب بن أبرهة، لدرجة أنه حتى ابن عديس البلوي اللي هو من أصحاب الإمام علي يبدو أنه بالرواية اللي هو أصلا بينحك أنه قتل، بيقول: ويقتل في جبل الجليل والقطران من أصحابي. هن برواية عن النبي لما بيحكوا عن مقتل ابن عديس البلوي. حتى عندنا بجنوب لحد الآن في بلدي اسمه العديسي وبلدي اسمه القطراني بمنطقة جزين. عصر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قرية شيعية عند جبل الثلج. قبل معركة صفين في بلدي بجولان اسمه أسعار، فبصير حادثة مع بنت إنه بتحمل من دون ما تكون غلطانة، فبتترك أسعار وتتوجه إلى الكوفة إلى الإمام علي عليه السلام في مسجد الكوفة لكي يحل هذه القضية. وعلى فكرة أنا صراحة كثير تفاجأت بالوقت لأنه المحاضرة بدها وقت مليح، فبتدخل طبعا على مسجد الكوفة بيكون عمار بن ياسر شاهد على هذه القصة، بيسمعوا ضجة برا بيقول الإمام علي: يا عمار ائتي من على الباب. تعرفوها قصة الطشط بمسجد الكوفة، مسجد الطشط مطرح مكان الطشط، يعني قصة العلقة وما العلقة. على كل بتدخل مرة على المسجد كان معها ألف فارس، قوم معها وقوم عليها مختلفين، شيء معها وشيء ضدها، فقال: السلام عليك. هي طبعا فقالت: السلام عليك يا كنز الفقراء ويا ملجأ اللافة ويا مولاي هذه الجارية ابنتي. بيّ قال له للإمام علي: ما قربته ببعد قط وهي عاتق حامل، أنا بنتي حامل مع إن هي بعدها بكر، يعني عرف كيف، وما حدا بيقدر يحل لي هالأزمة إلا أنت يا علي. فقال أمير المؤمنين: ما تقولين يا جارية فيما يقول أبوك؟ قالت: أما ما يقول أبي أني عاتق فقد صدق، إنه أنا بكر أنا صدق بي، وأما ما يقول أني حامل فوالله ما أعلم من نفسي خيانة. بيقوم الإمام علي عليه السلام بيستدعي واحدة اسمها خولاء داية من الكوفة، وبيقول لها طبعا حصيلي ليها للجاري، بتقول له بتفحصها بتقول له إنه الجاري بعدها بكر ولكن هي حامل. فبيطلع ببين الإمام علي ببين البنت، بيقول له: يا أبا الغضب المقطب، ألست أنت من أعمال دمشق؟ قال: بلى. قال: من قرية يقال لها أسعار طريق بن ياس الحولة. يعني هون الإمام علي عم بيحدد النقطة اللي هن جايين منها، دمشق الطريق القديم اللي كانت تجي من دمشق على الساحل كانت تمر ببلدة بن ياس الجولانية غير بن ياس بغرب سوريا. فبيقول له: ألست أنت من قرية من أعمال دمشق؟ قال: بلى. من قرية يقال لها أسعار طريق بن ياس الحولة؟ قال: نعم. فقال: هل فيكم من يقدر لي على قطعة ثلج؟ حدا بيقدر يجيب لي قطعة ثلج؟ فقال له: الثلج في بلادنا كثير. ساعت الإمام علي بيعمل شغلي مثل شغلي إنه في العنا مثل معجزة أو
أمر ما، فمد يده وجاء بقليل من الثلج وطلب من داية الكوفة أن تضع الثلج على بطن الجارية فأسقطت علقة. حينئذ بيطلع الإمام علي ببين للبنت وبيقول له بنتك ما زنت، بنتك كانت عم تسبح بالماء وصار اللي معه أنه حملت. اللي بيهمنا هون أنه بأحاديث اللهية للبنت والبي، يا وصي رسول رب العالمين، يا أمير المؤمنين، أنت ولي المؤمنين، هذا يؤكد بهذا الخطاب نفس شيعي مولانا، وخاصة أنه كانوا بيقدروا يلتجئوا لا معاوية بدمشق، معاوية أقرب كتير قريب، كان معاوية من الجولان لدمشق بدهم 4-5 ساعات مشي، على الكوفة بدهم 15 يوم مشي. فهذا يؤكد أنه أهل هالبلد اللي كان فيها 1000 فارس كانوا من شيعة الإمام علي عليه السلام. بمعركة صفين مثلا كان معاوية حاكم بالشام، بيقوم والي عنده اسمه شرحبيل بن الصمت يحضر شاعر اسمه الأسود بن عرفجة السكسكي. سكاسك جاء به معاوية من مناطق العراق وهني والسيابجة والزط وغيرهم ومن إيران ومن غيرها، ووضعهم على الثغور في المناطق الغربية. وعندنا بلدي بجنوب اسمها السكسكية على فكرة لحد الآن. هلأ هذا الشاعر الأسود بن عرفجة السكسكي كان عالم وشاعر، بيقوم هذا الأمير شرحبيل بجيبه لعند معاوية قبل معركة صفين. حينئذ يغلظ معاوية بالكلام للإمام علي، بيحكي عن الإمام علي الطريقة مش مظبوطة، بينطفل الأسود بن عرفجة وبيقول له أبيت الشعر أنا بتمنى تراقبوا هالبيت، بيقول له كانت الشام قبل شرح وبيل، شرح وبيل شرح بيل يعني، لعلي ظهرا له حدباء. الشام قبل شرح بيل كانت ظهر لعلي، ناس كانت شيء والحكم كان شيء تاني. كانت الشام قبل شرح الوبيل لعلي ظهرا له حدباء. وبيقول طبعا غير أن نحب أبا السبطين إذ كان سيد الأوصياء وشهد الفترة والفتح والنظيرة وبدرة، إلى أن يقول لمعاوية فاحذر اليوم صولة الأسد الوردي إذ جاء في رحل هجاء. في رحل هجاء بيطلع فيه معاوية بيقول له ما تقصد بالأسد الورد، من تقصد أنت لهذا الشعر؟ بيقول له والله علي بن أبي طالب أخو رسول الله وابن عمي وزوج ابنتي وأبو سبطين، قتل جدك وعم أمك وأخاك وخالك يوم بدر، فأنت تطالبه بالإسلام بما فعل قومك الكفرة الفجرة. بيقوم بدي يقتله، بيتوسط له شرحبيل اللي حقلنا عنه قبل شوي، بيخلص سبيله. حينئذ بيروح على مصر وبيرجع بيتبع، بيروح لعند الإمام علي بالكوفة. بتلك الفترة مين كان على قائد حرس جيش معاوية؟ كان نصير اللخمي. نصير اللخمي لا هو من لخم ولا له علاقة بلخم، للأسف تاريخ السلطوي نسبوه زورا للخم، هو بيو لموسى بن نصير فاتح الأندلس. نصير اللخمي هو من قبيلة وائل، وكان ساكن ببلدي بجبل الجليل اسمه كفر ميري، كفر ميري مذكورة بالكتب. ما في بكل جبل الجليل الفلسطيني واللبناني اللي اسمه جبل عامل جبل الجليل هلا، إلا بلدة الميري بالقرب من الخيام، واللي بثبت إنه فيها مقام لحد هلا بلدة الخيام لنصر بن نصير، لنصير اللخمي. نصير كان قائد حرس معاوية، قائد الجيش يعني، فقال لهم طلب منه إنه يمشي لقتال علي بمعركة صفين، فامتنع. فقال له معاوية ما يمنعك من المسير معي إلى قتال علي ويدي عندك معروفة؟ معقول أني تركتك بمركزك أركيب وبدكش تروح معي إلى قتال علي؟ فقال لا أشكرك بكفر من هو أولى بالشكر منك، علي بن أبي طالب أولى بالشكر منك. فقال ومن هو؟ لما شافه ممكن يأذي قال له هو الله عز وجل. المهم هذا نصير الوائل أو اللخمي بيو لموسى بن نصير رفض أن يقاتل في صفين مع الإمام علي، لأنه أصلا هو بمنطقة جبل عامل، يعني منطقة سكنه بمنطقة جند الأردن بجبل عامل. حكم معاوية بن أبي سفيان، طبعا معاوية بن أبي سفيان
مش مثل ما بيقولوا بعض المؤرخين عنا أنه إذا بتقول شيعي وإذا ما بعرف شو بيقتل كل الناس. لا لا لا، ما قتل كل الناس، كان يقتل صراحة اللي بيعارض طبعا. وإلا شو بنعمل مثلا؟ أنه بعين عبد الله بن قيس المكشوح المرادي بعينه أمير على جند الأردن. طيب أنا بتمنى منكم قيس المكشوح المرادي تفوتوا أنتوا على الانترنت تبحثوا عنه، راح تشوفوا انه شارك بيه مع الامام علي بمعركه صفين واستشهد مع الامام علي بمعركه صفين. وهذا عينه معاويه على منطقه الاردن اللي هي فيها منطقه صور مثل ما قلنا قبل قليل. بموت معاويه بيستلم الحكم يزيد بن معاويه، وبتعرفوا يزيد بن معاويه انتو يعني اكثر شغله عملها اللي هي مذبحه كربلاء، وما اكتفى بقتل الحسين عليه السلام واهل بيته، بل ساق السبايا والأسارى إلى الشام. المؤرخين القدامى كلهم بأكدوا أنه أثناء مسير السبايا إلى الشام مروا بالأراضي اللبنانية، يعني وبيذكروا ثلاث أماكن، اللبوة وبتنذكر بعلبك المدينة، وبيذكر دير الراهب جنوبي بعلبك، دير الراهب جنوب بعلبك. على كل بمنطقة بلبنان عندنا طريق الروماني القديم اللي مروا عليها أهل البيت تركوا أثار فيها، يعني مثلا بشمال منطقة الشمال بعلبك بالهرمل تركوا مقام الولية، باللبوة مقام العبد الصالح اللي هو من أهل البيت، ببعلبك تركوا أربع مقامات، مقام صفية بنت الحسين، وفي عندنا مقام خولة بنت الحسين وإن كان طبعا يعني عمر المقام 500 سنة ها موجود حاليا، وفي عنا مسجد رأس الإمام الحسين اللي كان مشهد رأس الإمام الحسين على منطقة رأس العين حيث نزل السبايا، وفي مشهد علي، مشهد علي للأسف انهدم، وكانوا السنة كتير يحكوا عنه بكتاب زي مرآة الزمان لليونيني وغيره يذكر مشهد علي في مدينة بعلبك. هلا جنوب بعلبك في عنا مقام عبد الله بن الحسن ببلدة حور تعلى، في مقام البطحاء بنت أبي الغضب بسرعين اللي حكينا عنها قبل شوي اللي قصدت الإمام علي على الكوفة. طيب هذه البنت قصدت الإمام علي على الكوفة، المفروض أو تموت بالكوفة أو تموت بأسعار، ما منشوف ولا مقام موجود وين؟ جنوب بعلبك في بلدة اسمها سرعين الفوقة. ما الذي جاء بهذه الفتاة إلى هذه البلاد؟ فعلا عملت دراسة لقيت أنه الطبري الإمامي بدلائل الإمامة بيقول إنه هذه الفتاة بقيت هي وإخوتها أربعة بالكوفة وصاروا من خلص شيعة علي، ثم صاروا من خلص شيعة الإمام الحسن، ثم من خلص شيعة الإمام الحسين، واستشهدوا معه في كربلاء. يعني إذا استشهدوا هني معه بكربلاء تنحل قصة المقام الموجود إلى بسرعين بلبنان. يعني ساعتها فينا نحتمل أو نرجح أنها كانت مع السبايا وماتت في هذه البلاد على الطريق السلطانية القديمة. أيضا بتعرفوا أنتوا قصة دير الراهب جنوب بعلبك لما فوتوا عليه رأس الإمام الحسين، وبالآخر الراهب بعد أن رأى الأنوار تشع من وجه الحسين عليه السلام دخل في الإسلام هو 70 قصيص كانوا تلامذته، وحتى الرواية بتقول شهروا السيوف وأرادوا أن يقاتلوا جيش ابن زياد لكن الإمام زين العابدين عليه السلام منعهم. يعني معناتها أنه تصوروا أنتم 70 شخص في ذلك الزمن 61 هجرية صاروا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، بالإضافة إلى وجود نصر الخزاعي أيضا الأمير المشهور اللي بتحكي عنه الكتب التاريخية، وبعض الناس بيفكروا أنه نصر الخزاعي كان بالعراق وليس ببعلبك، ولكن بالحقيقة كان ببعلبك. عندما ثار مثلا عبد الله ابن الزبير بوجه يزيد بن معاوية، بيقوم يزيد بوجه له جيش، جيش لقتله. بيذكر يزيد بأشعار له القبائل اللي شاركت، القبائل الشامية، بتمنى تركزوا معي شوي. بيقول له استعدي ربك في السماء فإنني أدعو إليك رجالي عك وأشعر، عك وأشعر، ورجال كلب والسكون ولخمها وجذامها تقدمها كتائب حميري، كيف النجاة أبا خبيب منهم فاحتل لنفسك قبل أتي العسكري. لاحظوا مين بيذكر بهالأشعار، بيذكر قبيلة عك وأشعر وكلب والسكون، بيذكر لخم وجذام اللي كانوا أخوات عاملة وديارهم حد بعض بيذكرهم، بيذكر حمير
ومع كله ما ذكر قبيلة عاملة بين القبائل. ليش؟ لأنه هذه القبيلة أكيد كانت على غير هواه ولن تكن في جنده، بل كان هواها مع المقتول ظلما في ساحة كربلاء. إمام الحسين سلام الله عليه يتوفى يزيد ابن معاوية، بيستم الحكم ابنه معاوية، معاوية بن يزيد، معاوية الثاني. معاوية الثاني على فكرة شبهت كتبنا بمؤمن آل فرعون، بمؤمن آل فرعون. لأن يبيه الآن بأكبر شغلة خطيرة بتاريخ المسلمين والإسلام، هو كان على فكرة متشيع لأهل البيت عليهم السلام. وأنا بتمنى منكم تراجعوا خطبته لآل لما اعتزل الحكم. يعني بتوصل المواصل بيحكي على جد معاوية، بيقول راح انه عمله سيء ومات، بيحكي عن بيو، ولما بيجيب سيرة بيو بيقول قتل الحسين ابن علي وسبى اهل البيت وعمل كذا، ثم خنقته العبرة فبكى طويلا. معاوية ابن يزيد بكى طويلا، عارف كيف؟ وبالاخر بيقول له كيف بدي استلم الخلافة وهذا علي بن الحسين زين العابدين فيكم. تخيلوا، وهذه الخطبة موجودة، بدكم مصادرها؟ كل المصادر موجودة عندي. طيب الحكي، إذا كان يزيد ابن عفوا معاوية ابن يزيد متشيع، من علمه التشيع؟ المعروف أنه استاذه لمعاوية ابن يزيد اسمه عمر المقصوص، يعني بالكتب التاريخية ما حدا بيذكر اسمه الكامل إلا ابن عساكر الدمشقي، بيقول اسمه عمر بن نعيم العنسي، بيقول عنه بأنه معلم بني يزيد بن معاوية، لهذا عمر بن نعيم العنسي. هو من أهل دمشق. ليكو شو بيقول ابن عساكر؟ روى عن أسامة بن سليمان النخعي الدمشقي عن أبي ذر الغفاري. لاحظوا أبو ذر قدر برواياته يفوت على بيت الحكام، وفعلا مثل ما يعني قضى مضجع جدي لمعاوية، معاوية الأول يعني، وأبيه أيضا يزيد دخل إلى بيته هو أيضا. وفعلا بيقوم مروان بن الحكم بيقتل بخنجر، وفيروي بيقولوا سمموه على فكرة، وانتقل الحكم من إلى المروانيين، وهكذا زال حكم آل حرب. كان أول معاوية وكان آخر معاوية، معاوية الأول ومعاوية الثاني. هلأ بزمن مروان بن الحكم أيضا صارت معركة مرج راهط سنة 64 هجرية. أيضا في قصيدة لمروان ابن الحكم بعدد فيها القبائل اللي شاركت معركة مرج راهط، بيذكر كل القبائل الشامية إلا قبيلة مين؟ عاملة. فهذا يؤكد أيضا أنه مسألة انتماء هذه القبيلة. على كل، لأنه وقتنا راح يخلص بدنا بهمنا في شيء كمان نحكيه بعد مهم، أنه حتى نهاية بني أمية كان في أرض جبل عامر. أنا بتمنى منكم كمان تشوفوا بالمصادر التاريخية نهر أبي فطرس. أبي فطرس يعني بيو لشمعون الصفا، كان اسمه بطرس. ونهر أبي فطرس هو الحدود الجنوبية لجبل عامر. في هذه النقطة قضى عبد الله بن علي العباسي على مين؟ على بني أمية، لدرجة أنه عزمنا هونيك على النهر على الغداء. بيقوم قام العبدي الشاعر المشهور عند الشيعة بيقول لهم أما الدعاة إلى الجنان فهاشم وبنو أمية من كلاب النار، من كلاب النار. بيقوم النعمان بن يزيد بن عبد الملك بيقول له كذبت يا ابن اللخناء، بيقول له لا اتركوا عبد الله بن علي اتركوا، بل صدقت يا أبا محمد أمضي لقولك. وفعلا بعد ما صارت هالمسألة هذه بيقوم عبد الله بن علي العباسي بيقتل بني أمية على نار أبي فطرس، ويضع عليهم البسط ودعا بطعام فأكل، فقال يوم كيوم الحسين بن علي ولا سواء. هذا اليوم بدي استدل الحسين بن علي، ولكن ما بيستوي اليومين، ما بيستوي. على كل، الدعوة العباسية قامت بشعار الشيعة يا لثارة الحسين، ولبسوا العباسيين السواد أيضا. وحتى يعني بأول الدعوة العباسية فيك تقول شيعة، فيك تقول شيعة سنة 132 هجري شيعة. بتلك الفترة مين كان في متنا عليهم السلام؟ كان الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يعني عاش فترة انتقالية، انتقال الخليفة من الأمويين إلى العباسيين. الإمام جعفر الصادق عاش فترة كتير قليلة يعني أخذ فيها حريته،
يعني من حوالي سنة 132 لل 142 تقريبا، هي الفترة اللي أخذ فيها حريته الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وحين قدر انتشر تلامذته وطلابه في جميع العالم الإسلامي، لدرجة حضرتكم بتعرفوا أنه بمسجد الكوفة لحالة كان فيه 900 شيخا كل يقول حدثني جعفر بن محمد، كل واحد من 900 بيقول حدثني جعفر بن محمد. من تلامذة الإمام جعفر الصادق في لبنان أنا قدرت أجمع حوالي 40 تلميذ من تلامذة الإمام جعفر الصادق في لبنان، وفي منهم على فكرة الشيعة وفي منهم سنة، بس رح أقول اللي إلهم ميول شيعية ورح أقول الشيعة. مثلا إبراهيم بن أدهم البلخي، إبراهيم بن أدهم قصد سور وكان يجاهد ضد البيزنطيين في سور، وقتل في جزيرة ودفن مثل ما بقول أبو الفرج الأصفهاني في مدفلة، في مدفلة في سور. لحد هلأ قبره موجود ببلدي اسمه المنصورة ومنطقة مدفلة موجودة. من تلامذة الإمام بلبنان الإمام الصادق خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم الخراساني. خالد بن عبد الرحمن إجا على دمشق ونزل على مدينة سور. مين كان تلميذه بسور؟ محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري. كمان بتمنى هالشخصية أنه تبحثوا عنها شوي، أنا عمل بحث كثير طويل عنها. محدث شيعي كان مغالياً في التشيع، وكان بمدينة صور قبل 280 هجري، يعني هو مات اللي كان حي بال 272، عشان هيك بيقولوا قبل 280 مات، يعني ما حدا بيقدر يحصي التاريخ، وإلا هو بهالفترة مات الصوري هيدا. عمرو بن عصيم الصوري كمان علمه خالد بن عبد الرحمن. حباش الصوري علمه خالد بن عبد الرحمن وهذا كان شيعي على فكرة. خليد بن أوفى أبو الربيع العنزي الشامي العاملي كمان من تلامذة الإمام. ببعلبك مثلا عبد الله بن سعد بن رفاعة بن شداد البجلي كان أمير بمنطقة بعلبك، بيسكن ببلدي اسمها كفردان في بعلبك، ونزل طبعا حكم منطقة جبل عامل، وإله ذرية بقيته ذرية بمدينة عكا بالقرب من مدينة صور أيضا. من تلامذته عيسى بن يونس الهمداني، يونس بن أبي إسحاق الهمداني من تلامذة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هلأ عيسى بن يونس كان يرابط في الحدث في بيروت بحسب المصادر، ومات في الحدث في بيروت، وقبره لحد هلأ بيقولوا له قبر الردوف في منطقة الضاحية الجنوبية. مثلا ببعلبك إسماعيل بن سليمان الأزرق، وأنا بتمنى تفوتوا على مكتبة أهل البيت وتكتبوا إسماعيل بن سليمان الأزرق، راح تشوفوا أنه محدث شيعي إمامي من تلامذة الإمام جعفر الصادق. شو كان بيشتغل؟ كان جاب الخراج في بعلبك في زمن أبو جعفر المنصور في بعلبك، وهو اللي قاد الثورة ضد أنباط، الأنباط يعني النصارى أو المسيحيين في منطقة جبل المنيطرة، ومعروف في هذه المعركة اللي صارت هونيك. ولكن أبو جعفر المنصور بيغضب عليه وبحطه بالسجن. حينئذ الإمام الأزاعي اللي هو عامي المذهب طالب أبو جعفر المنصور بالإفراج عنه. ليش؟ لأنه اثنيناتهم درسوا على الإمام جعفر الصادق عليه السلام. ببعلبك مثلا كان في عبد الله بن الحجاج بن محض أبو الأقرع البجلي، أيضا محدث شيعي من أصحاب الإمامين الصادق والقاذم عليه السلام. بطرابلس مثلا شمال لبنان صدقة بن يزيد الكوفي، وحتى صدقة بن يزيد الكوفي بيحكي قصة، بيقول كنت مارا بالقرب من طرابلس فرأيت ثلاثة قبور مسنمة، ثلاث قبور مسنمة هيك بالقرب من بعضها بظاهر طرابلس. بيقول سألت عنها، قالوا انه هذا محدث وخيه كان حاكم، كانوا بزمن عبد الملك بن مروان. لما 200 انا كمان بتمنى تراقبوا هالأبيات الشعرية الموجودة. أول قبر مثلا مكتوب وكيف يلذ العيش من هو موقن بأن المنايا بغتة ستعاجله. على القبر الثاني، وطبعا في أبيات غيرها، على القبر الثاني وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لابد سائله. على القبر الثالث وكيف يلذ العيش من هو صائر إلى جثث إلى جدث تبلي الشباب منازله. طيب هذه الأبيات لقيت أنه كلها مأخوذة من قصيدة للإمام علي بن الحسين زين العابدين، يعني هذا بيأكد موالاته لها صح صحبها القبورة للإمام زين العابدين،
أول القصيدة فيكم كما تبعثوا عنا بمكتبة أهل البيت، وكيف يلذ العيش من هو موقن بموقف عدل حين تبلى السرائر. أنا رح خلص على كل حال، في عندي بس شغلتين بشكل سريع، إنه هالقبور التلاتة بظاهر طرابلس بقيوا موجودين لمن إجا ناصر خسرو 438 أو 36 هجري على طرابلس، تحدث بظاهر طرابلس عن ثلاثة مشاهد للشيعة في ظاهر طرابلس. زرافة التركي اللي كان بزمن المتوكل العباسي، بيقول زرافة مثلا فتنا لعند الإمام علي بن محمد الهادي، علي الهادي، أنا وأبو أنا والمتوكل العباسي، بيقول لهم بالتحديد أمامك للمتوكل ثلاثة أيام. هذا المتوكل ما انتبه شو عم بيقول له الإمام، انتبه من زرافة التركي، بيقرب لعند واحد من رجال الإمام بيقول له ماذا يقصد الإمام في هذا الكلام، بيقول له رح يموت المتوكل خلال ثلاثة أيام. بيقول نطرت وإذا بالمتوكل مات قبل ثلاثة أيام. بيقول حينئذ تشيعت، يعني زرافة التركي تشيع. زرافة التركي هو بذاته بينتقل من العراق لوين؟ على طرابلس، وبيحكم طرابلس، وكان من تحت إيده برافقه ليو الإطرابلسي أمير البحر في البحر الشامي الرومي، عفوا ليو الإطرابلسي. مثلا بزمن العباسيين كان بيسكن دمشق محمد ابن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس من العباسيين. شو من هو هذا؟ طلع قرأ على الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وله نسخة كبيرة عنه بيعتمدوها الشيعة، تزوج فاطمة الكبرى بنت الإمام الصادق عليه السلام. طيب إذا كان هذا حاكم سنة 158 منطقة لبنان، يعني طب لا شك أنه بده يكون في أغلبية كمان من الناس المحكومة بتنتمي له. أيضا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس من تلامذة الإمام جعفر الصادق، وكان حاكم دمشق سنة 166 هجري. إخواننا الكرام، أنا صراحة كنت مجهز حالي لأكثر من هيك أحكي كتير، ولكن صراحة حبيت اكتفي لحد الإمام جعفر الصادق عليه السلام أو تلامذة الإمام، ولكي نفسح المجال أيضا بأسئلتكم المباركة. ولكن بحب لكم أنه التشيع في لبنان ليس مثل ما بيقولوا بعض الناس بزمن الدولة الفاطمية، التشيع في لبنان دخل إلى هذه البلاد منذ دخول المسلمين إلى هذه البلاد، وإلا فعلا يعني إذا بدنا نقول يعني أنه زاد وانتشر بفترة الفاطميين، مش معقول إذا في عنا بنية 14 طابق بينبنوا العشر طوابق العليا فيها وبتنبنى بالفراغ ولا أساسات لها. يعني في أربع قرون إذا بدنا يعني نحكم على نظرية اللي بيقولوا هيك بكونوا ضايعين، وهي صدقوني يعني مخالفة للمنهجية التاريخية. المنهجية التاريخية بتقول بالتطور عبر الزمن، والحمد لله رب العالمين.